فتيل الغضب لم ينطفئ في الغابون لليوم الثاني على التوالي عقب الإعلان عن فوز علي بونغو في الانتخابات الرئاسية بفارق ضئيل أمام منافسه جان بينغ. صبيحة الخميس ازداد التوتر في العاصمة ليبروفيل وضواحيها، حيث سجلت اشتباكات عنيفة بين مؤيدي بينغ وقوات الأمن التي استخدمت خراطيم المياه لتفرقتهم. المعارضة التي اتهمت النظام بتزوير النتائج أشارت إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين أثر قصف بالمروحيات قام به الحرس الجمهوري ضد المقر الرئيسي للحملة الانتخابية لبينغ في ليبروفيل. وزير الخارجية الفرنسي قال إن فرنسا قلقة بشأن الوضع في الغابون وتأمل أن يحترم تصويت الشعب الغابوني، كما تعتقد أنه إذا كانت هناك احتجاجات على النتائج يجب أن تكون بالطرق القانونية وليس بالعنف. عليه نطلب أن تكون هناك شفافية في القضية وأن يتم نشر نتائج الانتخابات المحصل عليها في كل مكاتب التصويت. لجنة تنظيم الانتخابات أعلنت بعد ظهر الأربعاء عن إعادة انتخاب علي بونغو رئيس المنتهي ولايته بحصوله على 49.80% من الأصوات مقابل 48.23% لمنافسه جان بينغ. هذا الأخير الذي كان أحد المقربين السابقين من النظام في عهد عمر بونغو دعا إلى إحداث القطيعة ومنع علي بونغو من قيادة البلاد على نهج والده.